تعلموا ازاي الهدوء والاسترخاء، تعلموا ازاي تطردوا الهموم والامراض النفسيه والقرف وضغوطات الحياه من خلال. والله اقسم بالله انا كعجوز الجو النهارده حلو، والناس لازم تيجي كم ساعه الوقت ده. النهارده جو حلو صراحه، والحراره حتى راحت. انا احب الصراحه الشتاء في اسكندريه صراحه، رغم ان انا اسكندراني، رغم ان انا اسكندراني، فجو الشتاء حلو كده بيبقى جو اوروبا. واشتركوا في القناه واعملوا لايكات، يلي مش عاملين لايكات اعملوا لايكات مع تعليقات حلوه مع